قبل الكلام في سؤال يمكن تقول ملوش إجابات ملوش معنى. عروبتنا فين اللي امتدت من الأقصى إلى الأدنى؟ وول القصيدة سلام على الدير وعلى المدنى، وبسم الله هو المبدي هو المنهي هو المولى، وباسم تاريخ بلادي ملوش آخر ولا أول، نقول من الأول. تعال نبص في التواريخ وفي الجغرافيا من الأول، وفخر بلادنا في التاريخ نموت احنا وهيكمل. أنا طالب ما بين عروبتنا الهدنة، أنا مصحى على حلمي بيخبط على بابنا، ما شوفش الفرقة بترفرف على قلوبنا، ومين كان يفتكر مرة هيجي اليوم هتتفرق شعوبنا في يوم ملهوش أول ولا آخر. ومن الآخر عروبتنا حق وصدق ما تندهش بكلام فاخر، كلامي عن عروبتنا لو قلته ملوش آخر. أنا فاكر في وقت الحرب من اللي سمعته كالعادة، نسيت الهم وجريت أحضر قهوتي السادة، وحضر كفني والتابوت وشاي الخستي وبيادة، وقلت رقبتي سدادة. أنا العربي بأمة المليار أفتخر، أنا الجندي اللي مات جسده وعاش بيكي، أنا ابن العربة والتربة وهبنيكي، أنا اللي لو طلبوا الولد والروح هفديكي، أنا اللي لو قتلوني هطير للموت بألف سلاح وألف جناح وهرعاكي وعليكي. كل اللي فات واتقال ما هواشي كلام أشعار، وحلم العربة والوحدة هيربط يوم ما بين أنهار، وحلم العربة عمره في يوم ما وصموا العار، مسيرنا في يوم هنشوفه في الواقع وعلى الأخبار، نعيد أمجاد أمم فاتت، شعوب سادت أراضي الدنيا من مشرق إلى مغرب بدون أسوار، ونار الفرقة لو طالت ولو زادت هتفضل نار، وأشعاري هتكمل هتفضل تحلم بدون أعذار، هتفضل تحلم بدون أعذار.